أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ 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 رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين
الظالمين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الحمد لله الحمد لله رب العالمين Let's try to repeat again ayat 5 and 6 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم